بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكم كامل بخير، وهاد الفيديو تلقاكم كامل مهنيين. اليوم راح نزيدو نديرو مع بعض تحلية خفيفة ظريفة بالفراولة، بما انها يعني وقتها دوكا نقدروا نديروها اما دي تارتلات، نقدروا نديروها كيكات، نقدروا نديروها تحليات، نديروها كومبوت، سالاد دو فروي، يعني واش تقدروا ديروا بها، نوعوا فيها. واليوم راح ندير معكم انا هاد التحليه السهله خفيفه ظريفه وبنتها ما نحكي لكمش. هنا قبل كل شيء هاد المقطع راح لي حبيت نديره لكم لهنايا. عندي لي فريز تاعي حكمتهم، تحبوا ديروهم ليله من قبل كيما انا درتهم غير صباح برك، تحكموا لي فريز تاعكم، تقطعوهم رقاق، تحطوا لهم زوج مغارف تاع السكر، شويه تاع الماء، وتخلوهم يطلقوا هذاك السيرو تاعهم، هكذاك واحد زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الماء، وتخليهم يطلقوا السيرو تاعهم. ولا خليتوهم ليله كامله راح يطلقوا السيرو تاعهم بلا ما تزيدوا لهم الماء. قبل كل شيء حبيباتي ما تنساونيش بجيم لا فيديو، ابوني للقناه باش نروحوا لبعيد، وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد تاعنا. هنا في الغيسيبيون حطينا زوج مغارف تاع النشا، زيدوا زوج مغارف تاع السكر، عندي لهنا زوج كيسان تاع الحليب، حطوا منهم شويه فوق هذاك النشا والسكر وخلطوا مليح مليح، وعاودوا رجعوا هذاك الخليط للكاسرونه تاعكم. هنا راح نديروا ان كريم باتيسير عاديه، ومن بعد لهنا خلطوا كامل هذوك المكونات مليح مليح، ديوهم فوق الفرن تاعكم قعدوا تخلطوا. وقبل هذا زيدوا لهم قبل القريصه تاع الملح اللي موالفه نزيدوها دائما تعدل لنا الطعم، ديوهم فوق الفرن طيبوهم. ان فوا يطيبوا زيدي لها لهنايا مغرف تاع الزبده، تكون نص مغرف يعني تاع الاكل ولا مغرف تاع القهوه، شويه تاع لافاني، خلطوها مليح مليح وخلوها حتى تبرد تماما. هنا حكموا نص كاس تاع هذا الكاس صغير، ماشي كاس تاع 240 ملي، نص كاس تاع لي فخاز، عصروهم هكذا، ميكسيوهم بالميكسر ولا بالبلوندر، حطوا لهنا نص كاس وزيدوا نص كاس تاع لا شانتيي وخلطوهم. والصوره يتوضح كل حاجه كو تشوفوا. طلعوا مليح لا شانتيي تاعكم، نحوها حطوها في الطبيسي، وعاودوا حكموا هذيك الكريمه بعد ما تبرد لكم اللي كنا طيبناها في الاول لا كريم باتيسير. هكذا راح تجمد لكم، حطوها لهنا في الغيسيبيون وسيو خلطوها حتى ترجعوها للقوام تاعها الاولاني. ومن بعد حكموا شويه تاع هذيك لا شانتيي اللي خدمناها بلي فخاز، حطوا لهنايا الدفعه الاولى، تقدروا تخدموها مام لهنا بالباتور ولا هكذا غير بان ماريز، ودخلوا الاولانيه سي لا درتوها بلا ماريز. حطوا لا بارتي الاولانيه دخلوها، ومن بعد زيدوا لا بارتي الثانيه، وإلا خدمتوها بالباتور خلطوا كل حاجه على فوا، سيو خلطوا غير برفق يعني، دخلوا كامل لا شونتيي تاعكم وحطوها ابار. هنا خدمناها بلا ماريز، حطينا لا بارتي الاولانيه دخلناها مليح مليح، ومن بعد زدنا لا بارتي الثانيه. دوك لهنا نروحوا لي فيغين تاعنا، قلت لكم كنت خدمت هذاك هذوك لي فخاز راهم طلقوا السيرو تاعهم. هنايا صفيتهم، حطيت لي فخاز وحدهم، والسيرو هذاك درتو ابا، نحكم لهنا لي بودوار تاعي نبي بيهم في هذاك السيرو اللي خرج لي، ونحطهم في لي فيغين تاعنا. عملية سهلة وسريعة، وتحلية تانيك سهلة وسريعة، صدقوني تخرج من أروع ما يكون. جربوها، إن كريم ديبلومات ولا إن موس تانيك ب إن موس ب بالفراولة. هكذا بعد ما تحطي كامل لي بودوار تاعك في لي فيغين ديالك حسب أفراد العائلة تاعك، حكمي هاديك لا شانتيي اللي كنا خدمناها مع لا كريم هاديك تاع واسمها كريم باتيسير، حطي لهنايا طبقه فوق هذاك البودوار تاعك، ومن بعد زيدي لهنايا بعد ما تكملي هذوك الطبقات كامل، تكملي كامل لي فيغين تاعك، احكمي دوكا لهنايا هذوك لي فخاز ديالك، سي وزعيهم لهنايا في كامل لي فيغين تاعك. وكي توزعي حاولي لهنا ديري في الجوانب هكذا باش كي بريزونتي لا فيغين تاعك ولا الكاس تاعك اللي خدمتي فيه تخرج لك شابه، يعني ماشي تلقاي كل حاجه داخل الوسط، يخرجوا لك هذوك الطبقات يخرجوا ما شاء الله. والصوره هي توضح لكم كل حاجه، شوفوا راني نحاول نحطو في الجوانب اكثر من اللي نحطو داخل
ولا كانت عندك لافخاز بزاف بزاف، انا كانت لهنا عندي كميه قليله، تقدري تعمري يعني كامل لافيغين تاعك مليح مليح. عاودي لهنايا نفس العمليه، حطي البودوار تاعك، غمسي في هذاك السيرو، حطيه لهنايا فوق هذاك فوق لافخاز ديالك، كملي كامل ليفيغين تاعك، ومن بعد عاودي احكمي هذيك لابوش تاعك اللي فيها الكريمه اللي درناها، وزيدي حطي ثاني طبقه من الفوق. وهنا عشوائيا سي يعني غلقي على لي بودوار تاعك كامل هكذا، يا سي ديريها كانك راكي ديري في اون غوزاز، بصح غطي برك الكريمه تاعك باش تجيك شابه. وفي الاخير زيدي حكمي من لافخاز هذيك وحطيها من الفوق. هنا التزيين يبقى اختياري، تقدري تزيدي الشوكولا تمشي مليح تانيك مع لافخاز، تقدري تعبي شوكولا وتزيديها، تقدري ديري هذوك لي غوفريت تاع واسمو تاع الشوكولا، هذوك الغوفريت لي تباع طويل تحطيه تاني كديكور. حنا خليناها هنايا شوكولا فخاز في فخاز، ما حبينا نزيدو والو. هذيك لاموس ديجا راهي بنينه ما شاء الله، مع السيرو تاع لافخاز مع الاخر يعني يعطيك طعم ولا اروع. وهاكو تشوفوا بعينيكم النتيجه تاعها كيفاش تخرج، تخرج من اروع ما يكون. تقدري تقدميها في الشهر الفاضل سهره رمضان تاعكم، كيما تقدري تقدميها لضيافكم، لافراد العائله تاعكم، كديسير كلمجة للاطفال في العصر، يعني كيما تحبي تقدميها وتخرج روعة روعة. صدقوني تخرج من أروع ما يكون. وكي العادة ما ننساش دوكا لهنا نوريكم القوام تاعها كيفاش يخرج، يخرج اونكتيوز، يخرج يعني ما شاء الله، صدقوني يخرج روعة روعة، ما يخرجش يابس، يخرج شد روحو ماشي طالق روحو. والبنة تاع لي فخاز هادوك ما نحكي لكمش عليها، وهاوليك القوام تاعها سختو كي تضربي هكذا حتى لتحت وتجبدي من كل حاجه، يعطيك يعني واحد الذوق ما شاء الله. كان هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم، خفيف ظريف، مكونات خفيفه ظريفه بسيطه موجوده في كل بيت، والنتيجه قمه في الروعه. والصراحة توضح لكم كل حاجه، ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده حبيباتي دمتم في رعايه الله وحفظه، وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.